يا صباح الخير، يا صباح الأمل، يا صباح التفاؤل مع قناتنا الصحة والجمال، وفي برنامجنا أو برنامجكم حكاوينا بالمصري. أصبح على ندى. ازيك يا ندى؟ ازيك يا هدى؟ صباح عاملة ايه؟ الخير. صباح الفل، صباح الفل على كل المشاهدين قناة صحة وجمال من برنامج حكاوينا بالمصري مع ندى وهدى. زي ما وعدناكم ان كل حلقة بنتكلم عن حاجة جديدة، النهاردة هنتكلم عن حاجة قوية كتير هتفيدنا وهنستفيد منها، ويا ريت كل واحد قاعد يركز قوي في الكلام اللي يتقال. اي تليفون، اي حاجة هنستقبله، الارقام هتكون على الشاشة وهنتواصل سوا، واي استفسار او اي اجابة الخبير اللي معانا هيجاوب عليها. بس تعالوا نطلع فاصل، صح يا هدى؟ تمام، مستنيين تليفوناتكم معانا ومستنيينكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا ومشرفنا النهارده مستر مصطفى، وكيل عبد احدى الرحمن عبد نعمان، عشان الرحمن عبد الرحمن نعمان. اخو مستر مصطفى اللي طلعنا معاه الحلقه اللي فاتت، فهم تكمله للحلقه النهارده. مستر عبد الرحمن نعمان وكيل لاحدى شركات الرعايه الصحيه الكبرى، النهارده هيكلمنا عن منتجات كتير هو جاي يعرفنا عليها، وكمان هيكلمنا عن مفهوم التغذيه. بس سريعا كده قبل ما نيجي نسلم عليه، مفهوم التغذيه عندنا كعادات كمصريين، كل واحد ماشي بسيستم العادات والتقاليد بتاعت زمان، ان انا اكل الصبح عيش، وفي الغدا عيش ورز، وفي العشاء احيانا لو متواجد رز برضو يبقى موجود، والعيش. طب ما لازم نظبط وجباتنا عشان نعرف نتغذى تغذية سليمة ويبقى عندنا لايف ستايل. طب ايه كمان مفهوم السموم البيضاء اللي جايين نتكلم عنها، وايه المصطلح ده مقصود بيه ايه، وايه كمان ازاي ان انا اعوض الحاجات دي بالكالسيوم او بفيتامين د او الحاجات دي، كل ده يوضحه لنا عبد الرحمن نعمان. يلا نرحب بيه. ازيك يا مستر عبد الرحمن؟ ازيك يا ندى؟ احنا بنعتذر جدا على الخطأ اللي حصل، ولكن علشان مستر مصطفى ومستر عبد الرحمن. وبعدين يا جماعه معلش، مستر مصطفى برضو معانا بره، فعشان كده اتلخبطه، مش اكتر، مش ذنبي انا يا جماعه. ولا يا ملك، 2-1. ازيك يا مستر عبد الرحمن؟ اهلا بيك، نورتنا النهارده في حكاوينا بالمصري. طيب ايه مفهوم التغذيه من وجهه نظرك؟ انا مش جاي اتكلم النهارده عن الصحه، انا جاي اتكلم عن حاجه تانية اسمها الحيويه. الصحه اللي هي ايه؟ الصحه ان هو ما بروحش للدكتور كده انا عندي صحه، لكن الحيويه اني اقوم من النوم اعرف اتحرك على طول. تلاقي معظمنا اول ما يجي يقوم من النوم، لو في يوم اجازه تحديدا، بلم اعضاء، اجيب رجلي من حته وايدي من حته علشان ابتدي اجمع اعضائي عشان ابتدي اقوم. بالظبط، دايما بيصحابوا ناس تقوم تشتكي ان هي قايمه بصداع، قايم من النوم والم في الظهر. كل ده بيكون بسبب ايه؟ بسبب كم عادات سيئه كتير جدا، توتر شكل من اشكال اللي بيسبب الموضوع ده. كمان موضوع التغذيه، موضوع انا بدخل لجسمي ايه. كل الناس فاهمه ان انا جعان فهاكل فاشبع، هو انا اصلا ليه بجوع؟ او ليه الجسم بيجوع؟ او ليه امتى بيطلب ان انا ابقى جعان؟ الجسم بيطلب ان انا اكون جعان او يدي الاشارات بتاعت الجوع اول لما يبقى محتاج الفيتامينات والمعادن والاملاح المعدنيه والاساسيات بتاعت الجسم. ليه بنسميها اساسيات؟ لانها الجسم طول الوقت بيحتاجها وما بتتصنعش، يعني لازم انا ادخلها من مصدر خارجي. تمام. طيب فانا جوعت فهروح ادب وجبه فيها سموم بيضه كتير. سموم مقصود بيضه، مقصود بقى السموم البيضه دي اللي هو الدقيق والسكر والملح. مظبوط، الموضوع ده كارثي. بالظبط. ليه بقى؟ السكر يعني هو ملوش اي اضرار، ملوش اي منافع، بس كله اضرار فقط. طيب في حاجات كتيره جدا ينفع احطها بديله للسكر؟ في طبعا. ممكن استبدل مثلا المشروب بتاعي بعسل، معلقه عسل او معلقتين عسل ابيض. فالناس هتقول لك لا، ازاي انا احط عسل ابيض او بتاع مثلا في كوبايه الشاي او في كوبايه القهوه؟ فعلا محدش بيحس بيها، يعني اكتر من مره عملتها في صحابي، اطلب القهوه احط لهم مكان السكر عسل، وبعد ما يدوقوا القهوه وابتدوا يشربوا وابتدوا يستمتعوا، بعد ما يخلصوا ايه رايك السكر كان مظبوط؟ يقول لي لا مظبوط زي الفل. اقول له على فكره انا ما حطيتش سكر، حاطط عسل. عسل ازاي؟ هو فعليا ان احنا ما نعرفش، خلاص هنسستم نفسنا ان تمام حاجه هي حلوه، بس انا محتاج درجه التحليه. يعني العسل الناس بتبقى فاكره ان هيبقى طعم العسل موجود، هيبقى فيه بس بمجرد فيه ما بيدوب، لا هو بيدي التحليه، بيدي التحليه اللي انا محتاجها واللي انا مطلوبها. وكمان انا استبدلتها بحاجه، حاجه ضاره بحاجه نفع، ليها ليها فوائد كتير جدا. عسل رائع. طيب انا لما هجوع بقى محتاج ادخل لجسمي، انا محتاج ادخل لجسمي زي ما اتكلمنا الاملاح المعدنيه، الفيتامينات والمعادن، ودي الاسماء الاساسيات،
دي اللي بتدي للجسم من 80 ل 90% من اللي احتياجه، مع طبعا مع فيتامين د مع الكالسيوم. مظبوط، والبروتين اكيد. طب انا فيتامين د اخده ازاي؟ فيتامين د هو المصدر الطبيعي الوحيد لي هو الشمس. طب انا من نوع الشخصيات اللي الشمس لو اتعرضت ليا بتجيلي حساسيه، واكيد في اي ثينك في ناس كتير زيي. طب انا هعوضها ازاي؟ خلينا الاول نعرف انهي شمس، مش كل الشمس انا المفروض اتعرض لها. الفتره الصباحيه بالظبط، صبح الفتره الصباح بتاعت الصباح اللي هي بعد الشروق، والفتره اللي هي الساعه اللي قبل الغروب. دول الفترتين بس اللي انا المفروض ان انا اتعرض لهم. طب غير كده اللي في النص يعني وقت الظهر بقدر الامكان احاول ان انا اتجنب ده. ليه؟ لانه اضراره كتيره جدا. من ضمن الحاجات اللي بتعملها ممكن يوصل كمان لشيخوخه الجلد، ده الحاجه البسيطه. الحاجه البعيده ممكن يوصل لسرطان كمان جلد. طيب الكالسيوم كان قبل كده بينصحوا الاطفال او الام تقعد في الشمس وتقعد المولود في الفتره اللي هي بتاعه الصبح، عشان هو ده رائع جدا عشان الصفرة. كويس قوي. ده رائع جدا. ليه؟ الشمس اول لما بتعدي من على الجلد بتبتدي الدهون اللي موجوده، الدهون الطبيعيه اللي موجوده في الجسم بتبتدي تتحول للفيتامين د، وده المصدر الوحيد للفيتامين د. طبعا في مصادر تانية من الاكل زي السمك، ولكن بعض الاسماك بعض الاسماك بيبقى فيها نسبه كويسه من فيتامين د. زي ايه مثلا؟ زي الماكريل، سمك الماكريل رائع جدا، السردين، سمك التونه. طب هل فيتامين د برضو داخل مع الاوميجا 3؟ لا، فيتامين د ده حاجه والاوميجا 3 ده حاجه تانية. الاوميجا 3 انا عندي الدهون نوعين، في اوميجا 6 واوميجا 3. ايه الاثنين؟ الاوميجا 3 هي الدهون المفيده. دي الدهون اللي بتشبع، اللي بتوصل للمخ، يعني 20% من القشره المخيه هي اوميجا 3. زي ايه الوجبات مثلا فيها الاوميجا 3؟ اوميجا 3 برضو السمك. السمك رائع جدا ومليء جدا بالاوميجا 3. كم الفوائد بتاعت السمك رائعه جدا. التونه بالذات كمان تحديدا، فعلا التونه والماكريل. التونه بالظبط كده. ابعد بقى شويه عن السمك البلطي. البلطي انا عارف المصريين بيعشقوا السمك البلطي، ولكن البلطي الزايد فيه اكتر الاوميجا 6 مش الاوميجا 3. الاوميجا 6 بقى اللي هي ايه؟ الاوميجا 6 اللي هي الدهون اللي احنا بنقول عليها الكوليسترول الضار او الكوليسترول السيء. ممكن كمان في الاوميجا 3 المكسرات، بعض من المكسرات فيها اوميجا 3. مظبوط، بس المكسرات اللي هي ايه؟ الفستق، كاجو، عين جمل، مش المكسرات اللي هو اللب بقى والسوداني والحاجات دي. وده مفيد جدا، ولكن اخده بمقدار قليل وبالنهار. ليه؟ اي حاجه انا عايز اخدها بالنهار معدل الحرق بيكون كويس، بيكون عالي جدا، بيبتدي بعد كده يقل لحد ما بالليل بيكون تقريبا شبه مفيش حرق خالص لاي دهون. طيب فده مفيد جدا لايه؟ هيزود تركيز. لو واخد مثلا حبيتين او ثلاثة او اربعة من المكسرات قبل ما اول ما اصحى الصبح، ده هيخليني فايق وهيخلي الادراك عندي شغال كويس. مستر عبد الرحمن، احنا لما نيجي نقول المكسرات احنا عايزين كبشة مش حبيتين ثلاثة. يعني حبيتين ثلاثة قليل قوي. ما هو اكتر من كده هيزيد برضو معاه الدهون. طيب الكيتو، الكيتو ده اللي هو نقص الدوبامين في الجسم. انا ببقى صاحي من النوم انا يومي وحش، اكيد برج النهارده بيقول ان انا عندي حاجه وحشه، فببقى كئيبه، حاسه بحاجه مضايقاني. ايه الحاجه اللي ممكن تساعدني كنظام غذائي ان اتحسن مودي غير الشوكولاته؟ طب انا هنا بضر نفسي ان انا باخدها فبتحسن مودي، بس بضر نفسي ان انا بزيد في الوزن. مظبوط. ايه استاذ عبد الرحمن، عايزين ننوه ان التليفون على الشاشه، التواصل معانا، واي سؤال مستر عبد الرحمن هو مستعد معانا لكده. اتفضل. طيب انا النهارده جاي اتكلم عن حاجه عامله طفره في السوق كله. وهل هي الروديولا؟ ايه بقى الروديولا؟ الروديولا هي زهره اسمها روديولا روزيا. طيب. ايه بقى الزهره دي؟ احنا جايبين المستخلص بتاعها. النهارده مش جايين بنتكلم عن اعشاب، جايين بنتكلم عن مستخلصات الاعشاب. فرق شاسع جدا ما بين العشب وما بين مستخلصه. واحنا الوحيدين اللي بنشتغل في الويده في مستخلصات الاعشاب في الوطن العربي كله في افريقيا. طيب ايه هي الروديولا؟ الروديولا من ضمن الفوائد بتاعتها، او هي اصلا بيسموها من الادابتوجينيك. ايه بقى الادابتوجينيك دي؟ هي مكيفات بتكيف الجسم على المجهود البدني والمجهود الذهني والمجهود النفسي. دراسات كتيره جدا اتعملت على الروديولا لانها بتظبط معدل ضغط الدم، بتظبطه للوضع الامثل. مش بس كده، كمان هي بتفصل بقى فكره التوتر الزايد. التوتر طول الوقت احنا بنتوتر. لو اتاخرت على الشغل شويه هبقى متوتر جدا. حتى الطفل كمان بيتوتر. يعني لو ده بيلعب مش منشط خارجي.
هتكلم لسه في الحته دي. بس استاذنك مستر عبد الرحمن معانا تليفون. مدام مي اتفضلي. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام مدام مي. الو بشكر البرنامج الجميل ده اللي بشكر البرنامج الجميل ده والمستضيفين الدكتور عبد الرحمن. العفو يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. مدام مي ممكن نوطي التلفزيون ونعلي صوت حضرتك شويه؟ ممكن الصوت بس يعلى شويه؟ طيب حاضر. ايوه كده. ممكن حضرتك تتواصلي مع مستر عبد الرحمن؟ ايه سؤالك؟ لو سمحتي انا مريضه السكر وضغط. الصوت واطي. سكر وايه؟ وضغط. انا مريضه السكر وضغط. ايوه. مريضه السكر وضغط. تمام يا مدام مي اتفضلي. وعايزه اعرف يعني اللي حضرتك بتبقى عليه الدواء ده هو كويس يناسبني؟ طيب هو مشكلة السكر عند حضرتك سكر تايب 1 ولا تايب 2؟ تاخدي انسولين؟ باخد انسولين. تاخدي انسولين؟ باخد انسولين. تمام. طيب عندي غدة كمان، عندي غدة والحرق بتاعي بسيط. الحرق بسيط عندك علشان الغدة؟ تمام. طيب وانا مليانة، وانا اصلا مليانة. وزن حضرتك كام؟ في وزن زايد قد ايه؟ يعني بتاع 120 كده او اكتر. والطول، الطول بتاع حضرتك 120 او 127. طول حضرتك كام؟ انت سامعيني؟ طول حضرتك كام؟ حضرتك معايا؟ الو مدام مي استاذنك نوطي التلفزيون ونسمعنا من التليفون. اوكي مدام مي الخط فاصل، عبد الرحمن هيرد على حضرتك. تمام. هي مشكلة السكر هي مشكلة الشعب المصري مع الأسف. بسبب هي النوع الأول بيكون بسبب إيه؟ بيكون بسبب خمول في الغدة الدرقية، الغدد اللي موجودة في البنكرياس زي الألفا وبيتا. فالأنسولين ما بيخرجش بالقدر الكافي، فعشان كده بحتاج إن أنا آخد أنسولين خارجي. محتاج أهم حاجة أظبط معدلات الأكل اللي أنا باكله، هاكل إيه؟ أبعد خالص عن النشويات. اللي هي النشويات هي كلها سكر، النشا ذره النشا هي ب 1000 سكر. تفكير خاطئ يا مستر عبد الرحمن، اسفه ان انا بقطعك، ان انا اقول ابطل اكل كذا وابطل اكل كذا وابطل، لا هو انا كده ما بديش الجسم برضو الفايده اللي هو عايزها من النشويات. انا قلت اتجنب، ما قلتش امنع خالص. ما هو اتجنب ده اللي هو ايه ممكن يوصل له مفهوم ان انا مش هاخد، اقلل اركي اقلل شويه بس. فالتكنيك ان انا اوصل له اقلل مش اتجنب. طيب تمام. انا المفروض اكل ازاي؟ او انا زي ما كنت بتكلم في البدايه، انا بحتاج ايه؟ جسمي بيحتاج ايه؟ مش انا عايز ايه؟ مش انا نفسي في ايه؟ تمام. دايما ادور على اللي جسمي محتاجه. الجسم ما بيحتاجش شيء، بيحتاج النشويات اكيد طبعا، بيحتاج النشويات. ليه؟ لان هي اللي بتدي الطاقه. طيب ليه بتزود الدهون؟ لان هي عباره عن سكر وهي سهله في التحلل، فهي اسهل حاجه الجسم بيحرقها. طب بقيه الاكل لا، خده خزنه. ما انا عندي الحاجه اللي تديني الطاقه، فبيحرق ويديني الطاقه اللي الجسم محتاجها، والباقي خزن دهون، فده اللي بيسبب مشكله كبيره. يعني نقدر نقول بعد الاكل كمان بيرفع كمان معدل الانسولين في الدم كتير. معلش معانا اتصال مع استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اسال الدكتور بس على حاجه. اتفضل يا فندم. هو دلوقتي انا واحد وزني 150 كيلو وعايز امشي على مثلا يعني معدل معين من الاكل اليومي، بس بحيث ان انا السعرات اللي انا محتاجها تبقى هي دي اللي انا عاوزها طول اليوم. ارضاء الرغبه يعني. تمام. مش ان انا ما اكلش كتير يعني. تمام. تمام. انا محضر لك النهارده مفاجاه في اخر الحلقه. ماشي يا دكتور. وهذه الفاكهه لو انا اكلت منها كتير بتتخن ولا لا؟ في فاكهه معينه وفي فاكهه يعني فاكهه بتزود سعرات الحراريه. الفواكه اللي نسبه السكريات فيها قليله زي الخوخ، زي البرتقال. مستر عبد الرحمن هيجاوب زي اليوسفي، التفاح، الكمثرى، الموز. على فكره في اعتقاد كتير ان في دكاتره بتقول الموز بيتخن، لا هو الموز ما بيتخنش، انت لو خدت ثمره واحده بس هتفيدك كتير، لان الموز فيه كميه فوائد اكتر موجوده في فواكه تانية. مظبوط. ولكن انا اعرف ناس الموز ده عندهم شيء اساسي كل يوم الصبح لازم ياكل موزاي. انا بحب الموز في ساندوتش الفينو سخن على فكره. فينو فينو لا بس بيعمل لي دماغ. هو الموز فعلا رائع جدا ومهم جدا ان انا اكل الموز ممكن من ثمره لثمرتين بالنهار برضو.
وبالليل على فكرة بيعمل على استرخاء الجسم وبيساعدك ان انت تعرف تنام. شاي الموز. لا الموز. شاي الموز. شاي الموز بيسبب فعلا بيعمل الموضوع ده. لكن مع روديولا مش محتاج. يعني انا كده اقدر بقى استغنى عن الخلطة اللي هو عصير الجرجير مع معلقة العسل. كان زمان بنشرب عصير الجرجير مع معلقة العسل تهدي شوية من الاسترس والضغوط وبتزود الدوبامين وبتديني احساس بالسعادة ان انا يومي حلو. فانا دلوقتي اقدر ان انا استغنى عن الحاجه دي بالريديولا. طيب خلينا انا اول نعرف هو ليه التوتر بيكون موجود. تمام. وليه اسباب التوتر دي. اوكي. التوتر بيكون بسبب ايه؟ بسبب افراز هرمونات معينه تخرج من الغده الدرقيه او الغده الكظريه او فوق الكلى زي الادرينالين والكورتيزول. تمام. طيب دول مفيدين جدا في حالتين وضارين جدا في حاله. ايه الحالتين اللي هم مفيدين فيها؟ في وقت الخطر مثلا معدي الشارع ففي عربيه قربت عليا وهتخبطني فبلاقي نفسي مره واحده حدث مفاجئ بنفسي بنط قاعد مثلا وممكن راجع بعد يوم صعب جدا من الشغل وتعبان وقاعد مسترخي وشفت طفل صغير هيكهرب نفسه هيعور نفسه مره واحده باخد اكشن وبجري. اللي بيحصل هنا اول ما بيخرجوا الهرمونين دول بيعملوا ايه؟ بيوقفوا كل الاعضاء بتاعه الجسم وياخدوا كل الدم يحضخوه في العضلات ليه هبتدي هعمل مجهود بدني دلوقتي. فبيزود طبعا معدل ضربات القلب بيرفع الضغط بيعمل كم اكشن كتير جدا معاها علشان هبتدي هتحرك. تاني فايده ليها او حاجه تانيه ليها وانا بتمرن هو برضو بيوقف كل الوظائف وابتدي ان انا ايه محتاج الدم يكون كله موجود في العضلات. فطبعا بما فيها الحاجات اللي بتكون واقفه الجهاز الهضمي اكيد انا مش هاكل وانا بتمرن، مش هاكل وانا بتخانق، مش هاكل وانا ماشي في الشارع. طيب المشكله في ايه بقى؟ ان وانا بتوتر وقاعد مكاني ما بتحركش برضو الهرمونين بيخرجوا ولكن ما بيلاقوش حاجه يتصرفوا فيها فبيكسر الانسولين في الدم بيرفع ضغط الدم. طيب. بيعمل كم كبير جدا من المشاكل وبيسموه القاتل الاول في العالم. تمام. طيب. مش بس كده كمان فكره ان انا اكون عندي بعمل المجهود فانا شغال. طيب انا دلوقتي وانا متوتر والهرمونات دي موجوده والجهاز الهضمي مش شغال واقف على اساس ان انا مدي اشاره لجسمي ان انا بلعب او دلوقتي بتمرن فباكل اول ما باكل هو الجهاز الهضمي هيتخانق معايا اصلا بتعمل ايه؟ مش فاهم. طب انا عندي سؤال لحضرتك يا مستر عبد الرحمن. معانا اتصال تليفوني. ماشي. الو الو ابو بكر. الو ابو بكر اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور؟ ايوه اتفضلي يا فندم. سامع حضرتك. لو سمحت يا دكتور بنتي عندها 21 سنة وزنها 49 كيلو. 21 يعني سنة؟ بتعمل ايه عشان ترفع من وزنها كده؟ عندها نحافة. نحافة؟ طب طولها قد ايه يا فندم؟ طولها يعني حوالي 160. 160. 160. تمام. في استفسار سؤال تاني؟ لا شكرا بس عايز اعرف يعني ايه ازاي تتغلب على النحافة دي. خلاص تمام مستر عبد الرحمن هيجاوب على حضرتك. اتفضل. تمام. جاوب يا دكتور. انا محتاج العب رياضه. محتاج العب رياضه. وفي اكيد اكل لازم يدخل لها صحي. بس اي ثينك ان في ناس بيبقى عندها نحافه تمام يعني هي في وزنها كده بس اكيد في دهون متراكمه في الجسم لازم. بص دايما الناس اللي هتعلق عندها نحافه فبتاكل كتير جدا لان هي ما بتاخدش بالها ان هي انا جسمي كويس انا كده كده ما بتخنش. لكن في دهون. لكن كوليسترول. كوليسترول بيكون قاتل. حلل بقى. عشان كده دايما بيسموا امراض القلب والشرايين هي بيسموه قاتل الصمت. ليه؟ انا ما بحسش باي اعراض غير في الاخر. بفضل اكوم كوليسترول على مدار الاوعيه الدمويه فضغط الدم بيعلى شويه خلاص عادي يعني شويه يعني ضغط. احنا محتاجين دلوقتي سي بي سي كامله عشان نشوف ايه سبب الخلل اللي موجود. دي حاجه احيانا ممكن يكون في مشكله في الغده نعرف لو في مشكله في الغده فانا محتاجين نعمل تحاليل برضو نعرف دوت. لكن في الطبيعي انا مش ما اخدش حاجه تزود وزني دهون بالظبط. انا محتاج اخد اكل طبيعي او اكل صحي وفي نفس الوقت اتمرن ازود عضل. الموضوع هيبقى افضل بكتير جدا. طيب نرجع لمنتج الريديولا حضرتك كنت بتتكلم عنه بتتكلم في الاسترس والضغط هو بيقلل من حد من الضغط والاسترس. مظبوط. طب هل هو هيوصلني لمرحله البرود ابقى بارده خالص امال يعني انا لازم الصبح باخد حبيتين روديولا. ليه؟ الجرعات حبيتين دي باخد جرعه اتنين الصبح اتنين بالليل. طب السن اللي هو يبدا ياخد الريديولا من سن كام سنه؟ اول ما ابتدي اعرف ابلع ينفع اخده.
يعني من اول 10 سنين 11 سنه. حسيتك عايزه تقولي حاجه. ما بقدر ابلع. هو انا كنت عايزه اسال بس معلش المتصله الاول متصله معانا مدام مي كانت بتسال ان هي عندها غده وعندها سكر. مظبوط. معانا مدام مي تاني. اهلا بيك يا مدام مي. مدام مي نوطي صوت التلفزيون. وطيته والله. ماشي اتفضلي. والله وطيته. خلاص تمام احنا سامعينك ممكن تكملي كلامك. ماشي انا بسال. لو سمحتي انا بسال عشان بنتي مليانه وهي طويله ومليانه بس يعني الحمد لله ما عندهاش مرض يعني ولا حاجه. طب هي طولها قد ايه ووزنها قد ايه؟ وزني كتير. هي وزنها 134 164 30 134 134 وطولها 134 وطولها هي طويلة يعني مش عارفة 167 ولا طويلة هي عندها كم سنة يا فندم؟ كم سنة؟ 187 ده الطول؟ 22 سنة تمام ده في أبوف عالي طيب. جدا بتاكل كم وجبه في اليوم تقريبا؟ هقول لحضرتك حاجه لو سمحت. اتفضلي. هقول لحضرتك حاجه لو سمحت. ما اتفضلي. بتشرب كاكولا وبتاكل الاكل اللي هو وبتاكل الاكل اللي هو الاكل الفاست فود. فاست فود كتير. طيب تمام خلاص احنا هنجاوب على سؤالك من اسماعيل. ميرسي. انا برضو محضر لها مفاجاه في اخر الحلقه يعني كله يترقب اخر الحلقه. ده انا مفاجاه قويه جدا يعني. هو عامه الفاست فود والشوكولا والبيبسي والحاجات دي بتزود في الوزن اكيد. تمام طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل البيبسي والشوكولاته والفاست فود. شوكولا لو سمحت. شوكولا. اوكي. رجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حلقتنا النهارده. بس عفوا يا اصدقائي او يا اعزائي المشاهدين هو استاذ عبد الرحمن هو وكيل لاحدى شركات الرعايه الصحيه الكبرى يعني حد مكلف من الشركه انه يطلع او مفوض من الشركه انه يطلع يتكلم ويوضح عن المنتجات اللي بتساعدنا في التخسيس او تظبيط الضغط او السكر او الحاله المزاجيه ولكن هو ليس دكتور ميديكال بس عشان الاتصالات ان هو ما يجيش يقول له يا دكتور لا هو مش دكتور ميديكال اوكي بس يلا استكمالا للحديث تمام كنا نكمل عن الروديولا نكمل عن الروديولا طيب ليه بقى استخدم الروديولا وليه الفوائد بتاعه الروديولا مفيش بيت في مصر مش محتاج الروديولا كم الاضرار لو عرفنا كم الاضرار بتاعه التوتر فانا لازم اجري استخدم روديولا على طول طيب من ضمن الحاجات اللي بيعملها هو بيظبط له فكره المود كمان هو اقوى مضاد اكتئاب موجود في الطبيعه حالات الاكتئاب الثلاثه مش بس كده كمان بنستخدمه في حالات الادمان تعافي من الادمان ازاي هو بيظبط النواقل العصبيه اللي بتطلع الاشارات بتاعه الدوبامين والسيروتونين بتظبط دايما ادويه الاكتئاب اللي موجوده في السوق حاجه من الاثنين يا اما بترفع الدوبامين وتنزل السيروتونين فبص الاقي نفسي ممكن يقولوا ايه يعني توصل لدرجه الخبل ان انا مش طبيعي بضحك على اي حاجه كنا ابقى في عزا وبضحك مش عارف اعمل ايه وكارثه بتحصل بالظبط بيتهيألي حاجات بتحصل وهي مش بتحصل اصلا او العكس ان ارفع السيروتونين وانزل الدوبامين فده بيعمل ايه؟ خمول بيعمل خليني مركز جدا ولكن مفيش اي دايما مود اكتئاب سيء جدا كمان ادويه الاكتئاب ضمن الاثار الجانبيه بتاعتها بسبب تؤدي للانتحار. مستر عبد الرحمن نطلع فاصل معلش ونرجع تاني. طلب.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونستكمل حوارنا مع مستر عبد الرحمن. هو تقريبا كلنا مستر محتاجين كورس ريديولا كده مع الاستاف كده دلوقتي. في مشكله نطلع فاصل نخرج فاصل فمحتاجين ريديولا. ايه رايك تسيب لنا العلبه دي النهارده؟ طب ما اسيب لكم بقى اخر مفاجاه في الريديولا. ايه بقى؟ كمان بتشتغل على موضوع حرق وتفتيت الدهون في الجسم. المتراكمه ولا الدهنية؟ اللي موجوده؟ الخلايا الدهنيه اللي موجوده في الجسم. ياه. اللي بتبقى موجوده فين؟ في منطقه البطن ومنطقه الارداف. دي اللي بتأزم معظم اللي بتخلي فيه شيبنج للجسم بقى. اه حلو ده. كمان هتكلم عن منتج اسمه الجرين بيرن. دي القنبله بقى اللي انت جاي تقول لنا عليها. جرين بيرن ده منتج هندسه امريكي. جوده اوروبيه، خامات اوروبيه، كمان جوده تصنيع عاليه جدا. تصدير مش بس كده، كمان المفاجاه ان هي انتاج محلي صنعه في مصر. طب حلو ده، لاول مره حاجه تعبئه مصر. مظبوط. طب والمنتجات والخامات اوروبيه. حلو. والهندسه امريكي. يا سيدي ده انتوا عاملين ميكس من كل حته. ايه بقى موضوع الهندسه الامريكي ده؟ الخلطه اللي احنا حاطينها بتاعه الجرين بيرن دي بالمستخلصات بتاعتها بالطعم دي مش موجوده منها غير في امريكا وفي بعض الولايات كمان في امريكا. فالاول مره بتنزل في الوطن العربي وفي افريقيا. دايما الناس اللي بتعاني من موضوع السمنه بتبقى محتاجه اي حاجه تزود الحرق شويه، فبيجروا مثلا على الاعشاب او الحاجات اللي ممكن تكون مستورده من بره، علشان ممكن لإما طعمها ما بيكونش مستساغ فما بيعملهمش النتيجه اللي هم طالبينها، او لو كبسول او كده فبيكون ليه كمان كم كبير جدا من السايد افكت. طيب ليه بقى جرين بيرن؟ الجرين بيرن لانه هو مستخلص طبيعي من القهوه الخضراء. مستخلص القهوه الخضراء مش القهوه الخضراء نفسها. كمان معاها مستخلص الشاي الاخضر، ومعاها نوعين من الجينسينج، الجينسينج الاحمر الكوري والجينسينج السيبيري. ليه بقى الفرق بين ده وبين ده؟ الجينسينج السيبيري بيشتغل اكتر على فكره الوظائف الادراكيه زي التركيز ورد الفعل، الانتباه، استرجاع المعلومه. وده طبعا مفيد جدا للطلبه، مفيد جدا لكلنا عامه بشكل عام. يعني هو حضرتك مستر عبد الرحمن قلت الاول ان مثلا لما حد يكون عايز يخس او ننزل دهون بناخد اعشاب فبيبقى طعمها مش مستساغ منه، معنى كمان بطيئه المفعول. تمام. ان الجرين بيرن طعمه هيبقى حلو. مذاقه حلو. طعم نسكافيه. نسكافيه. في منه اكتر من اصدار. اول اصدار منه بطعم اللاتيه، طعم النسكافيه، بطعم النسكافيه البندق، وفي منه الاصدار الرابع الصيامي او الخالي من اللاكتوز للناس اللي بتعاني حساسيه من اللبن. طب هو الشيسوت بتاعه زي الكيس النسكافيه ولا يعني انت حضرتك حاطط لنا العلب؟ ممكن نشوف بس شكل الكيس من جوه عامل ازاي؟ ممكن نشوف شكل الكيس. ده شكل ال تحطه بس على الترابيزه بس. خلاص تمام. تمام بس خلاص. ده بقى اللي هو ايه ده؟ يعني ده نوع وده نوع، ده اصدار وده اصدار. طب ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه؟ طيب اول واحد اللي انا كنت بتكلم عنه اللي فيه كروميوم كمان وكالسيوم وفيتامين سي. كل ده علشان بيشتغل مينلي فكره نحت الدهون او نحت الجسم، شكل الجسم الشيبينج. الاصدار الثاني منه اللي فيه شايلين منه الجينسينج الاحمر وحاطين مكانه المورينجا، عشبه اسمها المورينجا، ومزودين تركيز القهوه الخضراء فيه فبيزود معدل الحرق بشكل اعلى. كمان المورينجا من ضمن مميزاتها ان هي بتظبط مستوى السكر في الدم وبتقلله، فبتجبر الجسم يحرق من المخزون الفعلي للدهون فهي من للحرق. كمان كم الفوائد المورينجا او عشبه المورينجا فبيسموها الذهب الاخضر. دلوقتي ابتدت تتزرع عندنا هنا في الساحل. المورينجا يعني بتدي 9 أضعاف بروتين اكتر من اللي في الزبادي، 10 أضعاف فيتامين الف اكتر من اللي في الجزر، 12 ضعف فيتامين سي اكتر من اللي في البرتقال. واحنا ماخدين المستخلص بتاعها مش ماخدين العشب نفسه، معنى كده ان احنا التركيز عالي قوي يعني. طب طريقه الاستخدام ازاي يا مستر؟ زي النسكافيه بالظبط. يعني المجه قد ايه او الفنجان؟ بشربه على ممكن كوبايه بتاعه القهوه، فنجان القهوه اللي انا متعود اشربه الصبح. افضي الكيس واحط الميه السخنه فقط. كم معلقه عسل او نح او سكر؟ دي بقى الميزه ايه؟ ان كل الحاجات اللي انا اتكلمت فيها اصلا الطعم بتاعها مش احسن حاجه، يعني سواء الجينسينج الاحمر فهو مر جدا، سواء القهوه الخضراء او الشاي الاخضر فهي الطعم بتاعه ممكن يكون مش مستساغ للناس. احنا عاملين له ماسكينج للطعم وماسكينج للريحه كمان والشكل، فهو بشكل ولون وريحه مشروب النسكافيه اللي احنا كلنا متعودين عليه. ولكن برضه انا عندي مشكله الطعم، فانا لو اديته للمستهلك كده هيضطر ان هو يحط سكر فبوظ كل اللي انا عملته. فاحنا كمان مستبدلينه بماده اسمها السكرالوز. ايه السكرالوز ده؟
السكرولوز ده بيستخرج من قصب السكر ولكن بتقنيه النانو تكنولوجي، فمن ضمن الحاجات بتعمله الكيلو بتاعه بيوصل ل 23,000 جنيه. طب احنا ليه حاطين سكر بالتكلفه دي؟ حاطين السكر فيه علشان يكون مناسب لمرضى السكر ويكون مناسب لمرضى الضغط ومرضى القلب. هو بيعمل ايه؟ هو بس بيدي درجه التحليه وبيخرج مع مخرجات الجسم. وده موجود في النوعين اللي حضرتك حاططهم دول؟ مظبوط. الاصدار الاول موجود فيه 2 مللي جرام، الاصدار الثالث 3 مللي جرام. طب الاصدار الاول بطعم ايه؟ النسكافيه. والثاني نسكافيه بندق. في نوع تالت او النوع التالت اللي هو الصيامي ده نفس المكونات المنتج التاني، المورينجا والاكسترا جرين كوفي. يعني اقدر اقول صيامي يعني ممكن كريستيان ياخدوه؟ مظبوط، لانه خالي من اللاكتوز، بروتين اللبن، وكمان للناس يعني اللي بتعاني. يعني كمان اللي عندها حساسيه من الالبان فيجيتيريان تاخده. مظبوط، والفيجيتيريان اللي ماشي على نظام. انا ما بحبش مثلا طعم اللبن فممكن اخد الصيامي فعلا يعني. ماشي تمام. احنا اللي كان لازم نرضي جميع الاذواق يعني. طب والمذاق اللي فيه بطعم ايه؟ برضه بطعم النسكافيه بندق. ولكن من غير اللبن. درجة السكر نفس معادلة الاصدارين الاولين؟ تمام. وده الميزة. فوائده طيب. بقى بيعمل لنا ايه؟ ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه؟ وهل التلاتة دول ينفع اخدهم في كورس واحد؟ يعني مثلا كل إيه؟ واحد اسبوع ممكن ولا ممكن استخدم اول واحد 10 ايام اللي فيه الجينسنج الاحمر. هيعمل لي ايه بقى؟ ازود النشاط بتاع الجسم وارفع من اداء الجهاز المناعي واعلي من الكفاءه العضليه للجسم. كمان بعلي من كفاءه الاعضاء الحيويه زي الرئه والقلب والطحال والكبد والكلى. فهتديني طول الوقت نشاط وحيويه، وهكون قدام كمان جسمي كويس، جسمي بقى بشكل افضل يعني، اعضاء الحيويه بقت بشكل احلى. كمان التاني هو مني للحرق. فكرة ان انا بحرق دهون، بزود معدلات الحرق وبرفع معدلات الحرق في الجسم. الناس اللي كانت بتعاني من مشكلة الغدة هي مشكلة في الحرق، فبعمل ايه؟ فبدي حاجة تزود معدل الحرق. طيب كل دوت جميل جدا، ولكن احنا في الشتاء. الشتاء دايما الناس متعودة بتاكل فيه كتير، وغالبا بتاكل حاجات بتميل الحاجات اللي فيها سكريات زي الشوكولا وزي صح؟ صح. دايما كمان بيبقى الاكل بالليل، يعني دايما احسن وجبه بالنسبه لنا هي الوجبه بتاعت بالليل. ممكن افضل طول الوقت في الشغل مشغول، ما بعرفش اكل، ما بعرفش اعمل، ولكن اجي اخر اليوم واحس ان انا يعني هاكل دراع صاحبي اللي قاعد جنبي، دراع حد يعني. في انا اقدر اقول ان الريديولا مع الثلاث اصدارات الجرين بيرن بيساعدوني بكورس مكثف في تنظيم كنظام غذائي وفقدان وزن. مظبوط. طب انت بتخاطب انهي فئات؟ اللي هو بس عايز يعمل دايت، ولا بتخاطب فئات ايه تاني؟ هل مثلا نزلت جيمات؟ هل مثلا لان ماده الكروميوم اللي موجوده في الجينسنج الاحمر والجينسنج الموجوده في الاصدار الاول الجرين بيرن والجينسنج الاحمر كمان اللي موجود فيه ده ملي للعضل، العضلات في مكملات غذائيه فقط كروميوم. طب انا محتاج في الجيم دايما بيجروا بياخدوا الابر اللي ليها علاقه بموضوع التضخيم العضلات، فبياخدوا هرمونات خارجيه. طب لما ياخد حاجه جينسنج طبيعي، هو اقوى منشط جنسي في العالم، فده معناه ان هو بيزود من معدلات افراز هرمون التستوستيرون، هرمون الذكوره. طب ده اللي انا محتاجه عشان ابني بيها عضلات. سؤال، الريديولا هنا هتساعدني في الجيم في حاجه؟ الريديولا من ضمن اللي بتعمله زي ما قلت في اول كلامي عنها ان هي من الادابتوجينيك، فهي كمان بتكيف الجسم على المجهود البدني. كمان بتحل مشاكل الانزلاق الغضروفي وبتضخ كم كبير جدا من العمود الفقري في العضلات. احنا دلوقتي لما نتكلم على الجرين بيرن، احنا المفروض ان احنا نستبدله الجرين بيرن بالمشروب الاساسي معانا الصبح. ده كنت بتقول ناخد الفنجان الصبح مكان الفنجان القهوه. رائع جدا. يبقى احنا على حسب انا عايز استخدمه ازاي، عايز استخدمه في ايه. طب هل انا عايز اخده علشان التركيز وعلشان الطاقه وعلشان النشاط وعلشان اخد حاجه تخليني انزل رايح الامتحان مثلا، فمحتاج حاجه تديني تركيز عالي. ده ولا انا عايزه علشان مثلا موضوع الحرق، فانا ممكن هفطر الاول، فبعد ما افطر ممكن اخده بعد الفطار بربع ساعه. هيفرق معايا كتير جدا في موضوع الحرق، كمان بيظبط عمليه القولون. طيب بشكل قوي. انت بقى هنا بتخاطب جيمات وبتخاطب دكاتره التخسيس وبتخاطب كمان الطلبه اللي هي داخله على فتره امتحانات ونظام الضغط والسكر والحاجات دي كلها. طيب انا شايفه في علبه كده مختلفه عن الموجود ده. ايه؟ مش قلت لكم محضر المفاجاه؟ طب وريني كده. طيب. المفاجأة ايه بقى المفاجاه؟ طب نبين العلبه للساده المشاهدين شويه. ممكن نلف بس كده مختلفه. ممكن. تماما على ايه دي؟ ده للناس اللي ما بتقدرش تسيطر على الشهيه. انا هنا اقدمها شويه بعد اذنك. اوكي ممكن كدا. نمسكها. طيب
ده اللوتشي. لوتشي ايه بقى لوتشي؟ هو ده اللوتشي القنبله اللي احنا مستنيينها في اخر هو لوتشي انجلش لوتشي اللي هو يعني كده صح. انا شايفه لوتشي انجلش والناحيه الثانيه اللي هو لوتشي تمام. طيب خلينا تمام ممكن نمسكه بس كده نولها لي اشوفها بس شكلها كده. اتفضلي يا نبي. ميرسي كتير. هو ده بيعمل ايه بقى؟ لوشي هنا لوشي وهنا لوشي. انا هنا بقى ما اعتمدتش على الاراده بتاعه البيشنت بتاعي. دايما بيكون انا عايز امشي على نظام غذائي وعايز اخس اخد حاجه تزود معدل الحرق ولكن ما بعرفش امشي على النظام الغذائي. بمشي عليه يوم تاني بزهق. ده بسبب ايه؟ بسبب اني الاكل حلو برضه متعه. وشتا اكل وشتا تحديدا الناس بتحب تاكل فيك اكتر. ايه شكل العلبه حتى كمان يا مستر عبد الرحمن انتوا نزلتوا بيه صيدله؟ احنا طلعناه بره مصر. انا شايفه في هنا دي تقريبا ايسين كلا باكوت. مظبوط تمام صح. مش بس في صيدله مش بس في الصيدلات الكبيره يعني كمان كل المنتجات دي طلعت بره مصر. يعني انا لو مش عارفه اتواصل مع فريق العمل على التي في ممكن ان انا ادخل اي صيدليه الاقيه؟ معظم الصيدليات موجوده فيه. يعني ممكن مثلا سيت الدين صيدليه زي ايه مثلا؟ زي سلسله صيدليات سيف. الاقي فيها اللوتشي والاقي فيها جرينبرج. يعني انا لو فضوليه مشاهده فضوليه واتصلت بالخط الساخن دلوقتي وسالت عن منتج اللوشي او الجرينبرج هلاقيه في كل فروع صيدليات سيف؟ موجود. طيب نقول نجرب اللوشي. اللوشي هيعمل لي ايه؟ هيسد نفسي عن الاكل وبيتاخد ازاي؟ ولا هيخليني احرق اللوتشي بقى؟ اللوتشي انا هنا انا هنا ما اعتمدتش على الاراده بتاعه البيشنت بتاعي. انا في حاجه كمان انا اسفه ان انا اقطع الحديث يعني لفت انتباهي دلوقتي ان السيليوم 5 انا عملت دايت كتير وكان نسبه السيليوم اللي انا كنت باخده في الجرين هاسك كان حاجه زي اللوشي كده بس كان اسمه جرين هاسك كان السيليوم فيه 3 او 4 5 ده ايه والسيليوم اتحاد اوروبي كمان؟ لا كلمني بقى ده انا حاسه ان انا طلعت باور سخونيه لو انا عايزه اعرف ايه ده ازاي. طيب بس نجاوب على سؤال ميس هدى الاول بعد كده. طيب هو بيعمل ايه اللوتشي؟ انا زي ما قلت انا لو اعتمدت على البيشنت فممكن ما يعرفش يتحكم في الفكره دي او حته ان انا اكل. فلما استخدم اللوتشي استخدمه هو زي عباره عن عصير انه كمان موجود معاه مسحوق البرتقال فبيدي الطعم بتاع العصير وكمان بيزود الجسم بفيتامين سي. بستخدمه زي العصير بالظبط بشربه قبل الاكل بنص ساعه. معانا برضو على صفحه على الشاشه دلوقتي الصفحه بتاعه الشركه. دي الصفحه بتاعتكم مستر عبد الرحمن جي تايب. يعني اي حد بيبعت صيدليه تمام الشركه تمام يعني كمان احنا يعني بمناسبه مرور سنه على المنتج ففي كم عروض موجوده ان شاء الله يعني على الارقام اللي موجوده على الشاشه او على صفحتنا على الجي دايت نقدر نتواصل. التواصل على طول ولا بيبقى فيه تاخير؟ اون سبوت. اون سبوت نظبط السبوت. طيب فاخده فهو بيملى تلتين مساحه المعده. تمام ده معناها ايه؟ معناها ان انا هقلل نسبه الاكل تقريبا هاكل بس تلت الوجبه اللي انا متعود عليها. يعني التليفون اللي جالي البنوته اللي بتاكل شيبسي وبتاكل بيبس وبتشرب بيبس كتير وبتاكل فاست فود. طب ايه اول جرعه هتنفع معاه؟ التاثير بتاعه في ساعتها. طب انا ممكن بعد الحلقه اجرب؟ طبعا. طب يعني طب نص ساعه هجرب من اول باكت ولا من اول علبه؟ من اول باكت. من اول باكت هحس بالفرق. من اول باكت هلاقي الفرق. تمام. منتج زي اللوتشي بس في احيانا معده يعني ممكن من اول كيس ما ينفعش تاني كيس ممكن يعني البالون بتاعها مش نافع. ما احنا لسه قلنا بقى السيليوم 5 وده مش موجود في السوق اصلا. طب بشرب ميه كتير يعني مثلا عشان انفش؟ بحتاج ان انا اشرب ميه بعدين. ممكن نص لتر كمان بعد ما باخد اللوتشي. بعد استخدام اللوتشي. هو اللوتشي هحطه قد ايه ميه؟ نص لتر. نص لتر. نص طب لتر لو انا مش عايزه احط ميه ينفع احطه على عصير او اي عصير اورنج هيبقى رائع جدا جميل. بس برضه من غير سكر. من غير سكر هو من غير عسل كمان. من غير اي حاجه هو طعمه اصلا حلو يعني هو الواحد طعمه حلو. هو اللوتشي نفسه طعمه حلو. طعمه رائع جدا. انا كان في اللي هو من شويه كنت بتكلم عن المنتج وكده بس انا كنت غفلت اللي هو يعني جات لي مكالمه تليفون وسبته وجيت اخده كان بطعم التوت لقيته جيلي. لا لا هنا انا عاوز اشرب عصير. السمك بتاعه يعني هنا ده لو انا سبته شويه مش هيبقى جيلي؟ هيبقى جيلي. هيبقى جيلي. طب ليه؟ ليه بقى؟ السيليوم هو مليان الياف. مليان الياف طبيعيه.
فهي بتعمل ايه؟ اول ما بتدخل الميه هي بتاخد وزن زياده، بتملى بتنفش، ده اللي بيحصل لما بتنزل الميه. طب انا مش عايز ادخل في كومبير يعني بين كذا وكذا، بس ايه الفرق ان هنا السيليوم 5 وهناك 3 4؟ يعني ايه الفايده؟ هل كجوده او كفايده ايه؟ تركيز اعلى كمان، ما فيش في السوق كله سيليوم اتحاد اوروبي، ما فيش الخمسه اصلا كمان. ما فيش في السوق كله ترخيص وزاره الصحه. ده مرخص من وزاره الصحه؟ موجود فين؟ على علبه برضو؟ موجود على كل علبه اكيد. فين بقى في العلبه هنا؟ ده جنب الباكود؟ مظبوط. يعني كمان مصرح من وزاره الصحه وليه الباكود بتاعه يعني، وحتى شكل العلبه يعني لائق، يعني تخلي الواحد نفسه يعني حاجه المفروض ان هي موثوق فيها يا ندى. اه وكده احنا مطمنين واحنا بناخد المنتج بالزبط. ما يبقاش منتج مش عارفين هويته ايه. هو العلبه فيها كم؟ 12 ساشت زي ما مستر عبد الرحمن كان بيقول انه مصرح وزاره الصحه. المفروض ان انا باخده كم مره؟ لانه كمان بيصدر. ممكن اخد كيس في اليوم، ولو انا عايز اظبط انزل ممكن 12 كيلو، فانا محتاج كيسين في اليوم. طب لو انا جيت بعد الساعه 12 بالليل شكل الثلاجه عجبني ولقيت نفسي جعانه جدا، ينفع اخد واحد منه واخش انام؟ اجري على لوتشي، لان كمان بيظبط القولون بشكل رائع جدا، وده التاثير بتاعه اللحظي. يعني بمجرد ما بخلص اللوتشي فانا يعني بينظم حركه الامعاء رائع جدا في الحته دي. يعني كمان بيظبط مستوى السكر في الدم. حبوب نصار ولا نوع بيكولكس ولا الحاجات دي خالص؟ مع اللوتشي انا مش محتاج اي حاجه تاني. مستر عبد الرحمن قربنا نختم على الحلقه، فممكن ناخد كده ملخص الحلقه. ازاي اعيش لايف ستايل؟ ازاي اعيش لايف ستايل؟ اول حاجه انا محتاج اظبط الوجبات بتاعتي عامله ازاي. ادخل اعرف انا بدخل لجسمي، جسمي محتاج ايه. جسمي محتاج الفيتامينات، محتاج معادن، محتاج احماض امينيه، محتاج البروتين. طيب اظبط بقى ازاي اخد المنتجات دي مع الوجبات بتاعتي. انا ممكن اخد 2 روديولا الصبح. 2 روديولا، الروديولا دي مفيش حد مش محتاجها، فممكن استخدمه سواء انا محتاج انزل دهون بطن او دهون الارداف، فانا هستخدم الروديولا لان بتشتغل دايركت للنحت. كمان علشان موضوع التوتر وموضوع الاسترس وموضوع الضغط العالي، كمان مرضى السكر انه بيظبط مستوى السكر في الدم. كمان هو منشط عام للدوره الدمويه. بشغل الجسم وبزعلي من الوظائف الادراكيه زي ما اتكلمنا. طيب وبعد كده ممكن وجبه الفطار ممكن اخد قبلها اللوتشي، اشرب لوتشي قبلها بنص ساعه علشان واخد وجبه الفطار بتاعتي، وبعدها بربع ساعه اخد الجرين بيرن. ثم تمام في الغداء لوتشي قبلها بنص ساعه، بعدين وجبه الغداء، ثم الجرين بيرن بعدها. يعني اقدر اقول ان حضرتك بقى بتديني الكورس ده كله مش ان انا عشان اعيش لايف ستايل او ان انا عشان اعمل نظام غذائي، لا انت بتمشيني على روتين حياه بعد كده. انا استبدلت كل حاجه، النسكافيه كل والشاي حاجة والقهوه، اخذت بدلها جرين بيرن. البيت المصري السكر والشاي والقهوه والنسكافيه، الضغط والسكر او اللي ظهره وجعه او عنده هادك او بديله ريديولا وبحسن موده. كل ده انت لخصتولي في الريديولا والجرين بيرن. واللي بيفكر كمان يطلع عن السجاير محتاج ريديولا. مستر عبد الرحمن احنا تشرفنا بيك النهارده، للاسف وقت حلقتنا انتهى. ان شاء الله يكون المشاهدين كمان استمتعوا معنا بالحلقه زي ما احنا استمتعنا. واي حد عايز يتواصل مع المنتجات بقى، هم كان فريق العمل ساب ارقام التليفون كانت موجوده والبيج بتاعتهم اللي هي الجي دايت. اي حد يعمل سيرش على الفيسبوك هيطلع له الجي دايت ويتواصل معاهم على الصفحه، وهم قالوا ان هم بيردوا على طول. احنا كنا سعداء بيكم النهارده، ونتمنى ان احنا نكون وصلنا اللايف ستايل بطريقه سليمه، ونشوفكم على خير باذن الله في الحلقه الجايه يوم الثلاثاء الساعه 10 في حكاوينا بالمصري مع ضيف او ضيفه جديده.